كيفك دكتور؟ اهلا وسهلا، شو فيني اخدمك؟ والله يا دكتور اسعبي جاني بدي حبيت وجع راس او تعمل لي شيء مشان يطيب راسي. والله صار لي يومين ما بيطيب راسي اي شيء جعل الله. وجعك راسه؟ لا تسأل مجرب، لا تسأل حكيم، خبص لحالك والله كريم. تفضل تفضل، هم لاقي لك حل. روح. ايوه شاد رجع، لا تدخل بشغلي. ايوه وش بتعمل انت؟ والله ما بعرف، بس جدنا كانوا يساووا بتزبط معهم. عم جربها معك، خسران شيء؟ لا مو خسران شيء، بس اجري ما بيأثر عادي. هاي اسمها دقات القلب، معلش دقات القلب. ايه ممتاز شغالة. شاد شو بدك خلص؟ يا لطيف رفعنا. شو الحلة؟ شو الحلة؟ برافي راسك مرخيات بدون شلشلة. ايوه هاي شوية حبوب، بنادول، ترامادول، تحاميل، ايش ما بدك خو منه؟ اللي بصير ما خبرني عليه عشان اخذ المريض. لا اللي بصير ما تبغى قول عليه. لا تنسى تبغى اللي بصير معك قول لي عليها عشان يستخدمها غير مريض. تعال تعال لك انا بصير مرتاح. هذا الله يكون.